بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورهم. أما بعد أو أما قبل، أقول لإخواني في مصر، إخواني في الله، آن الأوان أن تصفعوا الأعداء، لأنه رب جعل لكم فسحة من الوقت أن تراجعوا مواقفكم من أعدائكم. الله كتب علينا الجهاد، فلماذا نغيب هذه الفريضة؟ رب سبحانه وتعالى قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واضربوا فوق الأعناق وليجدوا فيكم غلظة واضربوا منهم كل بنان. هذه أوامر، لماذا لحد الآن مجمدة؟ تقولون أن الشرطة في معظمها بلا مسلمين، بأي حق تقول مسلمين؟ أين الإيمان؟ وأين الخوف والخشية من الله؟ وأين الاستحسان يبدأ يتعامل مع الخلق وهو يرى أن الله يراه؟ أين هذا؟ لا وجود لهذا. إذا كان الشرطة اليوم ومقدامها البلطجية ومن وراءهم اللي يحرك فيهم الكلب السيسي على طريق عسكر فاسد، هذا يقول لك ما كفاكمش. اللي موقفكم يا إخوان المسلمين، اللي موقفكم خارج عن الدين الإسلامي، هو انحراف الاجتهاد، لا يجوز. قال ربي: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذوما انتم قبلتوا الانتخابات وهما بتأمرهم ورفضهم لكم، ما لا انسحبوا ولم يشاركوا. خنتم انتم الانتخابات، شارككم فيها ناس اللي مازالوا يحسنوا الظن بالاخوان، فكان ما كان. ولهذا جزء من الشعب المصري ارتضى لنفسه نوع من القيادة ونوع من مجلس الأمة الشعب وأهل المجر. هذا الاختيار هذايا هو كان آلة أداة لتحسين ظروف العيش في مصر حتى توصل الجماعة إلى مرضات الله، بين أن الأعداء المتربصين حبكوا المؤامرات وعرقلوا كل المسيرات نحو الإقلاع، نحو الرجوع إلى الله. وكان في نهاية المطاف السيسي وأتعسهم تولى كبر الجريمة، جريمة الانقلاب المشؤوم، فكان مكان من قتل إخوانه. هم لم يموت، هم عند الله يرزقون، والمؤمن الحق هو عنده رغبة كبيرة ملحة أن يلحق بإخوانه وأخواته. في الحقيقة هذا كل جمدتوه، الرغبة في اللحاق جمدتوها، قلنا ما أمر الله به جمدته. ودائما حججكم وهي لا تقبل شرعا، ولهذا كل من يمشي يتبع الإخوان بهذا فهو مخطئ معهم. لا نكفر الإخوان، ولكن نقول لهم وإحنا ننصح فيهم ونادينهم عيوبهم، لأن هذا من ديننا. ليس الطريق اللي اتخذتموه الطريق اللي خلاه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينصر بالرعب ضد أعدائه مسيرة شهر، يعني مسافة شاسعة تفصل بينه وبين أعدائه، ولكن تهدم معنوياتهم وفشلهم يبدأ من لحظة اللي يسمعوا به موجود في الكون ويسمعوا به حامل الرسالة واللي يكون ربي يأيد فيه. أين هذا عندكم؟ هل عندكم هذه الرائحة؟ لحد الآن البلطجية عندكم أنتم كانوا مش مجرمين، كانوا مش تفكي دماء، كانوا مش الشرع يقول تطبيق النفس بالنفس. هذه البلطجية وهذه الشرطة الفاسدة، لا أقول الشرطة اللي قاعدة تراقب وتصلكم في أخبار المفسدين، هذوما الله يبارك لهم، واللي مش يموت منهم شهيد. قلنا الشرطة الحقيقية تبقى في هذه الوظيفة حبذا يا حبذا، ولا الشرطة اللي ترى الوقت الحاسم وتنقض على المفسدين الكبار يا حبذا. كذلك بالنسبة للجيش، هو بالحقيقة مش جيش وعسكر، هو ما لا كما تقول انت مرسنال، ما هم في يد الصهاينة جماعة قليلة من هيملت على كيان الجيش المصري، وعملت ما لا كما تقول انت الفساد الكل والتضليل الكل، ولحد الآن لم ما لا أحد يقضوا مرجعهم. أين؟ متى؟ إلى متى سيبرز جيش الإسلام المحرر مصر من قبضة اللئام؟ إلى متى؟ لا حجة لكم، والله العظيم إيمانكم لم يكتمل، لأنكم تخشون الموت. نحن لا نخشاه،
هي بالنسبة لنا تحفة لا مصيبة. المصيبة بالنسبة للعصاة، بالنسبة للمنافقين، بالنسبة للذين يريدون فساد الأرض كالسيسي وأمثال، وحكومة مشؤومة، والكلب اللي عم الرئيس وقتي. من أنت؟ أنت ماذا بقيت من القانون؟ ماذا بقيت عن الإسلام؟ وماذا هيأت لنفسك يوم الإقامة؟ الله ماذا؟ وكلب رئيس وزراء، والكلب وزير الداخلية، كلكم كلاب وأشأ من الكلاب وخنازير من أسقط الأنواع. وسترون في القريب العاجل أن أحرار مصر وحرائر مصر سيصفون الحساب معكم بإذن الله تعالى، لأنهم سيقبلون عليكم طالبين الشهادة، وأنتم اللي قاعدين تخدموا بهم من مضلين. جاتكم أموال من كل مكان، من الشرق والغرب، وغذيتوا ملا غرائز مقيتة في كيان فاسد، كيان البلطجية اللي قلت لكم لابد أن تفتكوا بهم، لا نفتكوا بكم. احنا نقروا وهم يفروا، هذا هو القانون الاسلامي. وما لا يلزم تخوف، انك يلزمك تروح بالعدو. لابد ان يفهم البلطاجي، او كان الملخ مو بايمان، يفهم ان يدكم شديده، ولهذا ما عاش يفكر باش يلتزم بما امره به اعداء الله اللي هم قايصون وجوده في مصر. لا يجوز، لابد بالفتك. قلت لكم كم من مره، الفتك بهؤلاء يبدا هو، ثم ننتقل الى الشرطه الفاسده، ثم العسكر الخبيث، العسكر اللي هو عادي الاسلام بكل خبث. يعني وربنا باش تخدعونا؟ لا، احنا لا نخدع، لسنا، كل واحد منا ليس بالخب، ولكن الخب لا يخدعنا. ولهذا زايد لابد نحط النقاط على الحروف، ولابد نصحح المفاهيم، ولابد نشد المسار المشير لربي، لانه ربك سبحانه وتعالى حين انت تجندل عدوا فرضا ربي يزيدك ربي فيه، لانه لا يلتزم ربي بنصرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا على نصر المؤمنين. ثم جزاء الله في الدنيا والاخره الجزاء الاوفى وجزاء عظيم. اين انتم من هذه الطلبات للجزاء؟ لانكم مداكم فاترين، فالعدو يبخس حقكم ويذلكم، ولا يقيم لكم وزنا، ولا يخشاكم بشيء، لانه ما دام مهما جد اسلامي حقيقي فلا نصر، لانه ربي النصر ده ما يعطيش للي يجي، يعطي كان الملتزمين بما نزل من يقين قران وحديث قدسي وحديث نبوي شريفه، وعن الاسوه الحسنه هي نبينا عليه الصلاه والسلام، والانبياء كلهم، وحتى منالي طالوت او مش نبي، وابن بلال حسن وعرف شهية، مبدئيا هجومه على أعداء، حتى بعد سيدنا داود برز عليه السلام ووحد وكبر، فربي سبحانه وتعالى أعطاه فرصة باش يضرب كلب، فهمني، كلب كبير يمثل الغطرسة ويمثل الاستعمار، وهذا فريع للكلب تاع مصر لا يساوي شيء قدام طالوت. ولهذا جالوت في الماضي انا اكثر وزن الحقيقه من كلب السيسي ومن والاه. والسلام على من اتبع الهدى.